لقد ضربت إسرائيل بكل تلك القرارات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة عرض الحائط، ورفضت الامتثال لأي منها، بل تمادت في غيها فأصبحت تحارب الأمم المتحدة ذاتها، فقتلت من موظفيها أكثر من 179 موظفا، وباتت تشن حملة اتهامات باطلة ضد مسؤول المنظمة وأجهزتها، ومنها وكالة الأونروا التي تقوم بدور لا غنى عنه ولا يمكن استبداله في الأراضي الفلسطينية. إن الوضع الحالي المزري الذي أضحت معه إسرائيل واقعا وفعلا ودولة فوق القانون الدولي والشرعية الدولية، فوق إلزامية قرارات الأمم المتحدة، يعود لسببين محددين. أولهما تعثر مجلس الأمن في إصدار قرار يلزم إسرائيل وتحت الفصل السابع بوقف إطلاق النار فورا بشكل واضح وصريح ولا لبس فيه، وفتح جميع المعابر فورا لإدخال المساعدات دون أي قيد لإنقاذ سكان غزة من المجاعة التي تستخدمها إسرائيل كسلاح حرب. وهنا نشدد على إلزامية كافة القرارات التي صدرت عن المجلس من مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، وآخرها القرارات 27-12 و27-20 و27-28. عار على الجميع إن استمر فشلنا السيد الرئيس. نحتاج لإنفاذ قرار من مجلس الأمن بفرض وقف إطلاق النار. أما ثاني الأسباب سيد الرئيس فهو واضح وجلي، تاريخ طويل ومؤسف من الإفلات الإسرائيلي من العقاب والمساءلة بسبب الحصانة الدولية الاستثنائية التي منحها البعض لإسرائيل لعقود، وهو ما أفضى إلى ارتكابها جرائما موثقة ضد الإنسانية تعرض لها الشعب الفلسطيني بهدف طرده من أرضه وتصفية قضيته العادلة النبيلة. سيد الرئيس، تشدد مصر على ضرورة إجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية بهدف وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، ومنع إسرائيل من شن أي عملية عسكرية في رفح، وفتح جميع المعابر لإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، والتصدي لأي مساع رامية لتهجير الشعب الفلسطيني أو منع عودته لأراضيه ومنازله. نريد قرارا واضحا في مفرداته ودون شروط ودون تراكيب قانونية أو صياغية يمكن التلاعب بتفسيرها، فقد طفح الكيل بنا جميعا جراء الكارثة الإنسانية حاليا في غزة. نطالبكم أيضا بأن يتم إنفاذ القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بمنع تصدير السلاح لآلة القتل الإسرائيلية، ذلك وحده الكفيل بإيقاف المجزرة الراهنة. كما نطالبكم البدء بتحقيق دولي تشرف عليه الأمم المتحدة في كافة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل منذ الحرب على غزة، وبدء عملية مساءلة عن تلك الجرائم، وتحميل إسرائيل قوة الاحتلال تكلفة إعادة الإعمار والبناء وتكلفة التعويضات. كما نطالب أيضا جميع الدول التي أوقفت مساهماتها في الأونروا باستئناف تلك المساهمات والتوقف عن ربطها بمشروطيات سياسية هدفها الأساسي استرضاء إسرائيل. سيد الرئيس، سادة الزملاء، تبذل مصر حاليا جهودا حثيثة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأسرى والمحتجزين الفلسطينيين، إضافة إلى ضمان تدفق واسع للمساعدات الإنسانية. كما ستواصل مصر وأشقاؤها العرب جهودها لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، سلام الذي لن يتحقق سوى بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. لقد آن الأوان سيد الرئيس لحصول فلسطين التي تمتلك كل مقومات الدولة كما يحددها القانون الدولي على اعتراف كل الدول بها، وعلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وتتطلع مصر إلى نهوض مجلس الأمن المنعقد حاليا
والجمعية العامة بواجباتهما على ذلك الصعيد استجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروع. سيد الرئيس، سادة الزملاء، إن السلام والتعايش المشترك هو السبيل الوحيد لمستقبل مستقر للمنطقة وشعوبها عربا وإسرائيليين. ذلك السلام والعيش المشترك هو الذي سيجلب الأمن للمنطقة، وهو الذي سيجلب لإسرائيل الأمن الذي تنشده، وليس الحرب والتجويع والإبادة والاستيطان واحتلال الأراضي، فهي لن تجلب سوى الخراب. شكرا سيد الرئيس.